عكست الدورة الأخيرة لمعرض برلين للفن المعاصر تجذر هذا النوع من الفنون وقدرته على منافسة المدارس التقليدية. يعتمد الفن المعاصر على التجريب والابتكار في فضاء مفتوح، لا يكترث بطبيعة المواد التي يستخدمها ولا بالفراغات التي يشغلها، فكل ما يهم فناني هذه المدرسة هو التعبير عن رؤيتهم المختلفة للأشياء والتوسع في ذلك مهما بلغت حدة النقد الموجه للتجربة برمتها. تجربة عبرت أسوار الصرامة المضروبة حول سوق الأعمال الفنية المتمثلة في اللوحات والتحف وغيرها من الأعمال النادرة، حيث بات مألوفا رؤية الأغنياء يتسابقون لدفع الملايين من أجل الفوز بعمل فني ينتمي للفن المعاصر بامتياز. لا حدود لسحر كرة القدم أو اللعبة رقم واحد عالمياً، إذ يكفي قدرتها على جذب الجماهير حتى خارج حدود المستطيل الأخضر. هنا ساحة مختلفة تماماً، أبطالها أفراد احترفوا اللعب بأسلوب حر يعتمد على المهارة في السيطرة على الكرة في أداء حركي راقص. استحق محترفو هذه اللعبة التنافس في بطولة عالمية استضافتها هذه المرة مدينة ليتشي الإيطالية. لاعبون من 53 بلداً بمشاركة نسائية متميزة تنافسوا في عروض فردية مدة كل واحد 3 دقائق، على كل متنافس أن يقنع لجنة التحكيم بمهاراته، وقد ذهب اللقب إلى لاعب ياباني في 22 من عمره. دشنت ماليزيا مدينة ملاه بنيت بالكامل من مكعبات الليجو الشهيرة على مساحة 72 هكتارا، وتعتبر الحديقة السادسة من نوعها في العالم من حيث المساحة والسعة، فهي توفر لمرتاديها من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 12 أكثر من 40 لعبة. بنيت الحديقة على غرار حديقة شهيرة في الدنمارك، حيث روعي عنصر الجاذبية في تصميمها وإظهار مكعبات الليجو على الملأ ومراعاة إجراءات السلامة بالطبع. شهد افتتاح الحديقة زحاما فاق توقعات القائمين عليها الذين يبدو أنهم اطمأنوا على حصة الحديقة في سوق الترفيه الشديد المنافسة في ماليزيا.